مستر حبيبتي تقول ما قدرت أفرح مع النية لأني انتبهت لحجم التأخر الذي حدث في حياتي، كيف أغير الوضع؟ أول شيء طبعا أنت انتبهتي للتأخر، شكرا جزيلا فتحت اللمبة، فأنت يعني أنت مسوية إنجاز أصلا، يعني المفروض تشكرين نفسك على أنك أنت ولعتي اللمبة. الشيء الثاني لا تأنبين نفسك لأنك قاعدة تقارنين نفسك مع أشخاص آخرين. يعني شلون عرفتي أنك متأخرة؟ مسكتي ورقتك ومسكتي ورقة أحد ثاني وقلتي أنا متأخرة، أنا متأخرة، فهالمقارنة هذه راح تدخلك حالة التأنيب. ما المفروض أنك تقارنين نفسك في أحد، لأنه كل واحد عنده خط الزمني وكل واحد عنده ساعته الخاصة فيه. كل واحد ممكن أنت مقارنة نفسك بورقة واحدة هي أسرع منك وأنت أبطأ، بس هي ممكن أنها راح توقف في وقت معين، تقول أوه واو هذه والله شاطرة سوت كذا سوت كذا سوت كذا، بس يمكن يجيها فترة خلاص بتوقف تدخل في قصة ثانية تسترخي في حياتها، وأنت الآن بدأت القصة معك. ما سمعت بعض الأشخاص مثلا يقول لك صار ممثل في عمر 40، في عمر 45 صار خط الزمن، واحد وهو بيبي ممثل وهو طفل يعني داخل للتمثيل وداخل للشغلة وعنده مهنة. كل واحد عنده خطة، كل واحد عنده خطة. فلا اللمبة اللي انت فتحتيها مرة ممتازة، بس خلاص بلاش تأنيب، بل اوكي صفرت الصفيرة بدينا الآن، اوكي اعتبري كل اللي راح راح بدينا الآن، ما هي القصة الآن القادمة؟ ايش المفروض اللي اسوي الان؟ ما هو المطلوب مني؟ ايش الاشياء اللي تعتقدين انك تاخرتي فيها المفروض تتسوى؟ انها تتسوى الان، حان الوقت، حان الوقت. ولا يعني بسوي هذه الاشياء وانا بسوي تطنيش الموضوع السعاده والمتعه واني اكون شعوري جيد، عشان يكون خطك سريع اذا كنتي تبغين هذا الشيء مو عشان الاخرين، فانت محتاجه هذا الشعور. يعني مين يسرع الخط غير هذا الشعور؟ الشعور هذه بطاريات، مين يسرع الخط غيرهم؟ فأنت محتاجة هذا الشعور. وقد يكون حضر عندك شعور حزن، شعور يأس، شعور عار، شعور تأنيب، قد ما أعرف. إذا أنت تبغين تسمين أحد هذه المشاعر حطيها على الطاولة ونظفيها، قد تكون هي اللي ماسكتك شوي أنك أنت ترتاحين وتنبسطين في هذه القصة. فأبغى أقول لك أحد هذه المشاعر إذا تحسين أنك أنت عايشتها في هذه الفترة نظفيها، لا تخلينها. طيب أشيل هم عائلتي في السعادة وأبغى أشاركهم سعادتي في كل شيء. شوفي جيد أنه أنت يكون عندك القوة والقدرة والطاقة والإمكانية أنك أنت تمرر السعادة للآخرين، يعني مشكور إذا أنت تقدر تسوي هذا الشيء، بس هل أنت تقدر؟ هل أنت تقدر؟ مو الكل يقدر. في ناس يادوب سعادتهم على قدهم، يا دوب شوية يقدرون يبغون يستفيدون من البطارية هذه. فلازم دائما تتذكرين هل أنا أقدر أمرر هذا الشعور ولا ما أقدر أمرر هذا الشعور. والسؤال الثاني، هل الأشخاص هذول هم يستحقون ولا هم ما يبون؟ هم ما يبون. مرات عندك واحد من أفراد العائلة أبو الدراما، أبو الضحية، أبو الحزن، أبو الطاقة السلبية، وانت تقول الله اليوم الجو رهيب، ويقولك تقوم انت مبتسم صباح الخير، هو يقوم ماد بوزة شبرين. ما يبغى هذا خياره في الحياة. وش بتقعد انت وش بتقعد تسوي؟ يعني تقعد تبهذل عمرك عشان هو يفهم انه في اشياء جيدة في الحياة وتستحق انك انت تستم؟ هذه قصته، هذه قصته. تقعد تبلش فيه وشعوره، خلص خل كل واحد يعيش زي ما يبغى، خلهم يعيش زي ما. فبالتالي لا تحسين انه انت واجب عليك انهم يكونوا سعيدين، لا، انت واجب عليك انك تمررين السعاده لمن يستحقها. لما تكونين قادره انك تمررين السعادة، واجب عليك لما يكون خزانك مليان انك تمرر خزانك لمن يستحق. في كل الاشياء مو بس في السعاده، واجب عليك لما يكون خزانك مليان تمرر خزانك لمن يستحق. ما ندري مين يستحق، ما نعرف، والله ما نعرف. يمكن اللي تفتحين الباب تلقين واحد يكنس، وأول ما تطلعين كذا مبسوط، يمكن هذا هو اللي يستحق السعادة أكثر من المادة بوزة جوا البيت، ما ندري، أو يمكن جوا البيت. فلازم تذكرين دائما أنه مين يستحق أن أنت تمررين هذه الطاقة.
خلينا ندور السؤال. خنفو شهري يا جماعة، تأخرنا عليكم. أمينة حبيبتي تقول: لدي عيب خلقي وقصر في الساق والقدم منعني من الاستمتاع من أشياء كثيرة. حبيبتي كيف تبغين يعني أشكي لك وأحكي لك؟ ويعني أول شيء القصة هذه جاية معك أوكي، يعني وفقا لمستوانا الإنساني اللي إحنا موجودين فيه الآن، ما عندك الخيار، قد ما يكون عندك الخيار أنك أنت تبدلين وتعدلين بشكل كبير، بس ممكن تحسنين في الوضع، لكن لا يعني أنه أنت ما تعيشين سعيدة. لا يعني إذا الواحد انولد بعيب خلقي أنه هو يعيش طول عمره متأذي ومتألم ويائس وحزين، إذا كان عندك ألم جسدي عالجي الألم، شوفي روحي للطبيب، شوفي شلون ممكن تعالجين هذا الألم. لكن ما المفروض أن هذه القصة أنها تمنعك من أنك تستمتعين؟ السؤال الآن: ما هو الشعور السلبي اللي يشعرك فيه هذا العيب الخلقي؟ ما هو الشعور السلبي؟ هل أنت تشعرين باليأس، خوف، حزن، غضب؟ وش الشعور السلبي اللي أنت قاعدة متورطة فيه حالياً؟ حطيه على الطاولة ونظفيه. ما عندك خيار إلا أنك تتقبلين القصة. وأختصر لك إياها أوكي، لأن أنا عندي عيب خلقي وعندي فرق في الرجلين وعندي وجاج بالعمود الفقري، عندي يعني قصص كثيرة ما أبغى أفتح الملف وأحكي لك، بس ما عندك خيار إلا أنك تطلعين هذه المشاعر السلبية وتنظفينها وتحررين منها وتتقبلين القصة. هذا أحسن خيار أنك أنت تعيشينه. ذلك برضو أقول لك، ما تقدر أنت تحط هذه من شروط السعادة، أنه والله أنا من ولدت في العائلة الفلانية، من ولدت بجسد سليم 100%، من ولدت في المكان الفلاني، من ولدت بأم وأب طيبين أو جيدين أو صاحين أو ممرضى. تخيل أنك أنت تولد لأم مريضة نفسيا أو أب أو كلهم مرضى نفسيا، حجم الألم، حجم الألم. متى تطلع من القصة؟ يعني كل تركيبتك غلط. أنت متخيل الحجم؟ كل التركيبة غلط. أب وأم مرضى جابوا لهم طفل وما هم عارفين أنهم مرضى وبنوا هذا الطفل. تبغى تشترط السعادة أنه ليش أمي وأبوي؟ ما عندك خيار. في أشياء انتهت، قصة الروح وكتب القلم ونقطة، خلص الموضوع. يا أما أنك تتقبل، في الغالب راح تلقين رسالة روحك مرتبطة بهذه القصة، يا أما أنك أنت تعيش تتقبل، يا أما أنك تختار أنك تكون تعيش قصة ضحية وألم، تقعد تنوح ويعني تتألم طوال الحياة. أعتقد خيار التقبل هو أحسن، شعوريا أحسن.